إخواني سنة جديدة وأسبوع جديد مع أقفال جدا مميز. للتنة. أول أسبوع ما تداولنا فيه لأن كانت في أمور جدا لازم نركز عليها وركزوا على الملخص المهم على قناة الجزيرة. صعد معدل التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أربعين عاما، فقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرتين. وكان آخرها بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة كأعلى معدل للزيادة منذ 22 عاما فما هو تأثير هذا التضخم القياسي على المواطن الأمريكي وهل ستستفيد العائلات الأمريكية من رفع أسعار الفائدة الذي قد يستمر خلال العام الجاري؟ وكالة بلومبرغ كشفت أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرة في التراجع هذا العام، وأن السبب يتمثل في أن الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد المحلي في وضع مريع. معهد بيترسون للإقتصاد الدولي ومقره واشنطن كشف أن إجمالي الدخل الحقيقي للمواطن الأمريكي صار أقل بنسبة واحد في تقريباً عن مستواه في ديسمبر من عام 2019 جراء تفاقم معدلات التضخم. فقد قفزت أسعار الوقود بأكثر من 18% هذا العام وارتفعت أسعار المساكن بعشرين في المائة على أساس سنوي كما زادت أسعار الغذاء بستة ونصف في لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربعة عقود وتحديدا منذ عام 1982 بنك اوف امريكا حذر من ان هذا التضخم المرتفع يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الامريكي ويهدد بصدمه ركود كما اكد محمد العريان كبير الاقتصاديين في شركه ايلينز ان اسواق الاسهم الامريكيه رغم انتعاشها فهي مهدده بسبب التداعيات الاقتصاديه لحرب روسيا على اوكرانيا والسياسه النقديه للاحتياطي الفيدرالي الامريكي اضافه لتفاقم التضخم ويبدو أن صعود أسعار الفائدة الأمريكية لن يستفيد منه المواطن الأمريكي الذي يودع أمواله في البنوك لأن هناك فارقا بين سعر الفائدة الاسمي الرسمي والآخر الحقيقي الذي يأخذ في الاعتبار معدل التضخم ومع وصول هذا المعدل إلى ثمانية ونصف في المئة فإن سعر الفائدة على الودائع سيكون من الناحية الواقعية سالبا حيث ستبلغ نسبته سالب ستة وسبعة أعشار في المئة ولكن كيف ستتصرف العائلات الأمريكية تجاه القفزة القياسية في معدل التضخم تقول قناة سي أم بي سي إن نصف الأمريكيين تقريبا سيقلصون مرات تناولهم للطعام خارج المنزل وان أكثر من عشرة في المائة قد يعجزون عن دفع فواتيرهم والنسبة نفسها تقريبا ستضطر إلى تأجيل شراء منازل جديدة كما سيضطر عشرون في المائة إلى اقتراض أموال أو استخدام بطاقات الإئتمان لسداد المصاريف العائلية. وسيلغي نحو 30% رحلاتهم الترفيهيه خلال العطلات. وسيتوقف أكثر من 30% أيضا عن شراء منتجات من علامات تجاريه شهيره. والنسبه ذاتها من السكان تقريبا ستتوقف عن دفع الاشتراكات الشهريه. وأخيرا قد يعمد نحو 40% إلى تقليص قيادتهم للسيارات لترشيد استهلاك الوقود الذي أصبح ثمنه عصيا. طبعا اخواني هناك توقعات على نطاق واسع ان الاقتصاد الامريكي سيشهد ركود خلال عام 2023 بسبب استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه تباك عمليه اعاده فتح الاقتصاد الصيني عمليه اعاده فتح الاقتصاد الصيني شنو يعني فاطمه يعني هناك علاقه جيده بين الصين وبين السعوديه وروسيا ودول اخرى وممكن أن يستخدمون اليوان الصيني وهذه أكبر مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية فوق الركود اللي ممكن راح يحوش الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2023 يعني بين قوسين هناك حالة عدم يقين أي نعم يا فاطمة في حالة عدم يقين وهذا الشيء يخلينا إحنا نشوف الملاذ الآمن أو نتجه للملاذ الآمن اللي هو الذهب طيب أخواني عزيزي المتداول عزيزتي المتداولة خلكم حذرين جداً هذه حالة عدم اليقين ممكن تدخلنا في الركود القادم وهم ما يدرون الركود القادم هل راح يكون معتدل ممكن يسيطرون عليه أو ممكن يكون قوي ما راح يقدرون يسيطرون عليه ويصير هنا حالة ركود تضخمي ليش؟ لأن تضخم مرتفع وركود دخل عليهم بسبب رفع الفائدة طيب رفع الفائدة هذا بيأثر على منه فاطمة ليش رفع الفائدة هذا المستمر شنو اللي راح يضر يضر أمريكا فيه راح يضر طبعا اللي يقترضون هذا رقم واحد، رقم اثنين يضر الشركات العامة والخاصة، وبين قوسين كل المؤشرات والبورصة الأمريكية ممكن تنهار بسبب رفع الفائدة اللي قاعد يصير. فاطمة هل الفدرالي الأمريكي مستمر في رفع الفائدة؟ إي نعم، الفدرالي الأمريكي مستمر في سياسته، مستمر ليش؟ لأنه يبي يحاول يسيطر على التضخم ويوصل لهدفه، ما هو هدف الفدرالي؟ هدف اثنين بالمية إلى ثلاثة بالمية حاليا احنا التضخم سبعة بوينت واحد بالمية وبعيد جدا عن هدفه تمام نحط هذا الشيء في بالنا في في فريقين من الفدراليين في فريق يقول انه بيرفع الفائدة يكون اعلى من المتوقع وعادي خندش في حالة الركود وراح نسيطر عليه هذا فريق من الفدراليين في فريق من الفدراليين يقول لا خل نوقف رفع الفائدة ونثبت رفع الفائدة وعادي خلي يرجع التضخم ونحاول نسيطر عليه يعني في فريقين كل واحد عنده سياسة وآدات معينة ولكن الآن نرجع ونقول أن في رفع الفائدة وهذا هو الأقرب ولكن راح تكون الوتيرة جدا أقل من السابق ممكن يرفعون خمسين ممكن يرفعون خمسة وعشرين نقطة أساس ولكن المهم والأهم هذا الأسبوع المهم والأهم هذا الأسبوع هو مؤشر معدل التضخم معدل التضخم راح يكون تاريخ 12 واحد فانتبهوا عليه هذا هو اهم شيء لهذا الاسبوع ندش اخواني على الرزنامة الاقتصادية وبداية خلونا نرجع حق الاسبوع اللي فات ونشوف شو اللي صار اللي صار اخواني انه اكثر المؤشرات كانت ايجابية للدول الامريكي في وقتها ولكن هي ضد سياسة الفدرالي الامريكي لان الفدرالي الامريكي يبي وظائف اقل يبي البطالة تكون مرتفعه لا الموضوع تغير وصار ان شكاوي البطالة خفت في توظيف في فرص عمل في امور كثيرة ضد الفدرالي فهذا الشيء يخلي هناك ان في نسبة ارتفاع للتضخم هذا هذا اللي احنا يعني نظن ونتوقع عشان كذي الاسبوع اللي فات احنا ما حاولنا نتداول عشان ننتظر ونشوف شو اللي راح يصير وبعدها نركز في الاسبوع هذا الاسبوع هذا شنو عندنا يا فاطمه ركزوا وياي تاريخ عشرة تاريخ عشرة إن شاء الله يوم الثلاث راح يكون في عندي حديث مجلس الاحتياطي الفدرالي جيرون باول جيرون باول اللي تكلم أكيد راح يتكلم قبلها آه قبل صدور معدل التضخم اللي أنا تكلمت عنها بتاريخ 12 راح يقول شنو راح تكون سياسته وأكيد ما راح يغير كلامه راح يرفع الفائدة ولكن ما ندري كم راح يكون رفع الفائدة خمسين نقطة أساس ولا خمسة نقطة أساس هذا راح يكون يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة خمسة بتوقيت الكويت إن شاء الله والرياض فنركز على حديث الفدرالي ولا نتداول وقتها أفضل لأنه ما ندري إيش راح يقول تمام ندش على يوم الأربعاء يوم الأربعاء شنو عندنا يا فاطمة يوم الأربعاء إخواني عندنا مخزون النفط الأمريكي هو وايد 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 مهم هذا هو المهم في يوم الأربعاء ما في شيء مهم ثاني ندش على يوم الخميس يوم الخميس شنو عندنا عندنا خطاب هاركر عضو اللجنة الفدرالية طبعا هاركر ممكن يكون من فريق رفع الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة حزتها راح يتكلم وممكن انه ياثر وايد قبل صدور معدل التضخم اللي راح يكون في تاريخ 12 يناير وهذا هو المهم 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 جدا اوكي okay. شنو عندنا ساعة كم فاطمه ساعة كم الحفلة يا فاطمة؟ الحفلة راح تكون الساعة أربعة ونص توقيت الكويت والرياض انتبهوا إخواني انتباه شديد وكونوا حذرين جدا في يوم الخميس يوم الخميس هي حفلة فدرالية حفلة أمريكية ممكن أنها تصدم الفدراليين وممكن العكس صحيح ممكن نشوف أن التضخم يخف فأهم مؤشر لازم نتابعه هو أسعار المستهلكين الساعة أربعة ونصف توقيت الكويت والرياض بعده على طول أو نفس الوقت بالضبط راح يطلع معدلات الشكاوى البطالة إذا ما خدم الفدرالي النسبة اللي, مت... اللي, تطلع ما تخدم الفدرالي فهني ممكن أنه يصير في تجديد نقدي آخر وتجديد للسياسة الفدرالية وممكن نشوف توقعات لا البال ولا الخاطر شنو يعني قصدك فاطمه يعني ممكن يرفعون الفائده اعلى من المتوقع المتوقع خمسين نقطه اساس اذا رفعوها ما راح يغير شيء بالسوق حلو الكلام زين واذا رفعوا 25 نقطه اساس لا الذهب راح يرتفع هذا اذا تكلموا وقالوا كذي طيب واذا تكلموا وقالوا احنا بنرفع الفائده اعلى من المتوقع ايش راح يصير يا فاطمه اللي راح يصير تقريبا تقريبا انه بنشوف ارتفاع قوي للدولار وانهيار للذهب فننتبه من هذا الشيء اخواني طيب يوم الجمعه يوم الجمعه شنو في عندنا هاركر بعد معدل التضخم اكيد هاركر راح يتكلم ممكن يكون إيه كلامه حزتها حسب المعدل اذا كان ايجابي او سلبي اللي هو معدل التضخم هني ما نقدر نترجم هذا الموضوع لازم ننتظر تمام بعدين راح يكون وايد مهم مؤشر مشيان لثقه المستهلك وايد مهم تمام وبس، شذي خلصنا هذا الأسبوع، ما راح يكون وايد مهم غير يوم الخميس، وأيضاً إخواني يوم الثلاثاء بداية الحديث الفدرالي. المهم هو يوم واحد يوم الخميس، هي الحفلة الكبيرة، فننتظرها وانتبهوا إخواني من معدل التضخم هذا الأسبوع. لازم نتابعها ونحللها سواء كان شهريا أسبوعيا يوميا لأن إقفالات الدولار الأمريكي تعطيني نظرة جدا واضحة لجميع الأسواق العالمية طبعا مثل ما تلاحظون أن الدولار الأمريكي أغلق بشمعة قد تكون فنيا إنعكاسية للصعود ولكن أغلقت أسفل مستوى مهم جدا تكلمت عنه هو 104 وهذا دلالة على شنو يا فاطمة دلالة على أنه هناك سلبية قادمة يعني الشيء المهم اللي لازم نركز عليه أنه لازم نتذكر يوم الاثنين ويوم الثلاث بسلبية يعني إحنا محتاجين شمعتين ليوم الثلاثة ويوم الاثنين سلبية علشان نكمل في الأيام القادمة أيضا بسلبية تمام؟ فإذا قفلت أسبوعيا بسلبية فأكيد أكيد راح نروح لمستويات 101 أه. وقبل 101 احنا محتاجين اقفال لاسفل يعني مستوى 102.820 اذا تم الاقفال اسفل 102.820 فهني احنا راح نشوف سلبيه للدولار الامريكي ليش بالضبط هذا الرقم فاطمه ايش معنى هذا الرقم ركزوا معي اخواني وشوفوا أنه هني صار في الارتدادات الصعوديه تمام هني اللي صار بعدها الصعود القوي للدولار فعشان كذي احنا لما نطلع من هذه المنطقة راح نكون في منطقة الأمان لشراء الذهب، لشراء الذهب وشراء جميع العملات مقابل أو ضد الدولار الأمريكي، تمام إخواني؟ فمنطقة جدًا حساسة، منطقة جدًا مهمة، غير هذا الشيء لو تلاحظون الترند اللي إحنا راسمينه، هذا هو الترند اللي إحنا راسمينه، إنه ممكن يرتكز عند 103. سوري، مية وعشرين، وممكن يرد يصعد منه مرة ثانية، عشان كذي مية وعشرين منطقة مهمة إذا تم ثبات أسفلها، راح نتجه إن شاء الله إلى تصحيح في بوناتشي صفر خمسين اللي هو مية أربعمية وأربعين إخواني، هني راح نشوف أكيد الذهب حروة 1900 ألف ممكن ألف فننتبه لهذه الأرقام وايد راح تخدمنا إذا تابعنا دي إكس واي الدولار الأمريكي نشوف الإغلاق اليومي الإغلاق اليومي مثل ما تلاحظ إغلاق سلبي جدا تمام وعند المستويات اللي أنا تكلمت عنها مستويات حمراء بمعنى أنها حيادية لازم يصير في ثبات أسفل الخط اللي أنا حاطته هذا اللي هو أسفل 102.820 هني إن شاء الله راح نشوف السلبية راح تكتمل للدولار الأمريكي طيب فاطمة لا سمح الله أغلق بإيجابية يوم الاثنين والثلاث فوق مستويات المية وأربعة بوينت ميتين شو راح يصير هني هني ممكن أن نرجع لمستويات المية وستة وعدها راح نشوف أيضا هبوط للذهب أخواني إلى مستويات الألف و مية وسبعة ألف وسبعمية وتسعين هذا ممكن يصير إذا تم رجوع الدولار الأمريكي فوق مستويات المية وستة هذا هو التحليل ولكن إحنا قاعدين نشوف إن في ضغط بيعي للدولار الأمريكي سلبية للدولار الأمريكي إلى الآن المنطقة الحيادية هذه تحتاج فقط كم شمعة وأيضا خبر سلبي على الدولار الأمريكي هذا الأسبوع شو اللي ناطرينا أذكركم معدل التضخم يوم الخميس يوم الخميس هو اللي راح يبين السلبية والإيجابية للدولار الأمريكي. هذا هو التحليل الفني للدولار الامريكي ننتقل لعوائد السندات الامريكيه ليش فاطمة عوائد السندات الامريكيه ما عليه احنا نس يدد مو فاهمين ليش قاعد تحللين عوائد السندات لانه مؤشر عوائد السندات الامريكيه العشر السنوات هي بانزين وهي الطاقه للدولار الامريكي مثل ما تلاحظون اسبوعيا اغلق بسلبيه مؤشر عوائد السندات الامريكيه اغلق بسلبيه وهذه السلبيه ارتدادية من مستوى 0.50 طبعا هو أيضا لو تلاحظون أن الشمعة اللي مو الأسبوع اللي فات اللي قبله راح لامس الـ 61 في بوناتشي وبعدها قلت أنه راح يصير هبوط لعادة السندات وفعلا صار هذا الشيء وأغلق بسلبية طيب يعني معناته فاطمة أنه ممكن وفي احتمال أنه عادة السندات يرتد ممكن شوفوا احنا لازم نحط كل الاحتمالات والاقرب نتجه له تمام اخواني مو معناته ان 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 السوق بيمشي باتجاه واحد، لا عادي كل اسبوع ممكن تكون في عندنا شمعه سلبيه، شمعه ايجابيه. المتوقع انه راح آه يزور عوائد السندات الامريكيه مستوى 3.340، واذا وصل هذا المستوى راح نشوف ضعف للدولار الامريكي وقوه للذهب اخواني. طيب، هذا المستوى ممكن يرتد منه؟ اي نعم، ممكن يرتد منه عشان شذي لازم نحطه في الحسبان 3.340. تمام. طيب. بعدها ممكن إذا ثبت أسفل هذا المستوى وتم كسر هذا المستوى هنا معناته أنه كسر الاتجاه وإذا تم كسر الاتجاه راح يزور ثلاثة بوينت ميتين ومن ثلاثة بوينت ميتين هي المنطقة الحساسة جدا اللي ممكن إذا تم الثبات أسفلها نشوف انهيار قوي للدرر الأمريكي كشموع قوية وما ندري شنو السبب يعني فنيا احنا قاعد نشوف هذا الشيء ولكن هذا الانهيار اكيد راح يكون له سبب جدا مهم ممكن يكون في الرزام الاقتصادية ممكن يكون خبر فجأة خارجي فعشان كذي احنا لازم نجمع كل الامور وحزتها راح يكون عندنا الاجابة تمام ف 3.203 اذا تم كسرها وثبات اسفلها اكيد راح يشوف انهيار لعواد السندات الى مستويات 2.700 وهذا جدا سلبي للدولار الامريكي اخواني طيب يعني الحين انت متوقع انه في نزول إيه ولكن النزول ممكن يوصل الى مستوى 3.340 وممكن يرتد هذا حسب مؤشر التضخم يوم الخميس فهذه توقعاتنا لعوائد السندات الامريكيه بشكل اسبوعي بشكل يومي مثل ما تلاحظون انعم هذه الارتكازات اللي تكلمت عنها ففي احتماليه يوصل ل 3.430 وبعدها 340 ومن هنا ممكن يرتد يصعد مره اخرى والعكس صحيح ممكن يكسر هذا المستوى ولا نعلم ما هو سبب هذا الكسر أساسيا ولكن فنيا ممكن يزور مستوى 2.700 ولا نستبعد هذا الشيء إن يضاعف الدولار الأمريكي نبتدي إخواني مع بعض في الملاذ الآمن ثلاث شموع يعني بردون الشبت صح؟ طيب. إيجابية مستمرة للذهب إن شاء الله بإذن الله وعندنا وايد مستويات مهمة لازم نركز عليها. نشوف أول شيء الإغلاق الشهري، الإغلاق الشهري لشهر ديسمبر 2022 كان إيجابي بقوة وهو اللي خلانا ننظر بإيجابية الذهب لشهر يناير. نتجه للإغلاق الأسبوعي ونشوف مع بعض. الإغلاق الأسبوعي إيجابي وباحتراف. شنو يعني باحتراف؟ يعني نشوف الشمعة. طالع ركز لي شمعة ايجابيه حرام انك ما تفكر انك تشتري ولكن وازن عقودك وازن عقودك وانتبه ان يوم الثلاثة راح يكون في حديث لجيرم باول انظر بالشكل الاساسي والفني واجمع ما بينهم راح تشوف صوره جدا واضحه تخدمك في التداول علشان كذي احنا في قناه اف اي دائما نركز في التحليل الفني والتحليل الاساسي ونجمع ما بينهم وناخذ اقرب قرار ونتخذه تمام اخواني فالمتوقع المتوقع لو نلاحظ ان اسبوعيا اسبوعيا اذا كان الخبر ركزوا معي اذا اسبوعيا مؤشر التضخم كان سلبي على الدولار الامريكي وضد الفيدرالي الامريكي والفدرالي الامريكي ما غير سياسته راح نشوف مستويات ال1911 اي نعم ممكن نشوف مستويات ال1911 لا نستبعد هذا الشيء عشان كذي يوم الخميس ممكن يصير هذا الشيء والعكس صحيح ممكن نرجع ل1819 فممكن نشوف 1911 اذا مؤشر التضخم كان مع الذهب وممكن نشوف 1819 اذا كان ضد الذهب هذا الرقمين نحطهم في بالنا اي يوم يوم الخميس فهذا هو احتماليه حركه الذهب بالشكل الاسبوعي الشكل اليوم تلاحظون إن كانت عندنا قناه هابطه وتكلمنا وقلنا رغم انخفاض التضخم اخر مره ظهر في السنه اللي فاتت قلنا في عندي مؤشرات تؤكد لي إن في صعود للذهب، شنو المؤشرات؟ ان الفدرالي الامريكي بيخفف من وتيره رفع الفائده، بدال ما يرفع 75 نقطة أساس راح يرفع 50 نقطة أساس، وهذه الأمور خلت في ايجابية قوية للذهب وارتفاع للذهب بمستوى وأغلق الحمد لله تقريبا 2% من فتحة السوق لهذا الأسبوع عند مستوى 1866. فالأهداف القادمة إن شاء الله بإذن الله حسب توقعاتنا إذا كان هناك تصحيح. راح نتكلم عن التصحيحات ولكن بداية راح نقول لكم الأهداف القادمة هذا الأسبوع أول هدف إن شاء الله 1880 ثاني هدف 1894 ثالث هدف 1911 إذا كانت جميع المؤشرات تخدم الذهب أخواني فتابعونا في قناة بي راح نكون جدا واضحين معاكم في الشراء والبيع عندش اخواني على فريم الاربع ساعات مثل ما تلاحظون وشغله جدا مهمه تكلمنا عنها ان احنا نلاحظين وشايفين هذا الشيء كل قاع اعلى من القاع الثاني وكل قمه اعلى من الثانيه لو نركز وناخذ يلا كوي بس فنشوف ان هذه هذا القاع اعلى من القاع اللي بعده على طول نفس السالفه وعندكم هذه القمه قاعد تتعلمون معانا بعد اعلى من الثانيه شنو معناته فاطمه معناته ان في احتماليه يصحح يعني نعم في احتماليه انه يصحح خلك صياد وركز معي شلون يا فاطمة فهمينا هناك تصحيح قد يكون هناك تصحيح نعم اخواني ممكن نشوف تصحيح عند مستوى ال1850 1845 وبعدها يرد يصعد مرة أخرى إلى الأهداف اللي تكلمت عنها قبل شوي 1880 1894 1811 هذا كله حسب مؤشر تضخم يوم الخميس ولكن فنيا نحن نشوف هذا الشيء امامنا في الاربع ساعات للذهب. بالتوفيق لكم جميعا. حبيبي، كم to دبي.